دخل في تفاصيل إن صح التعبير من وجهة نظري أنها تفاصيل سكنها الشيطان وورطته، لأنه كان يناقش أن الفيديوهات مفبركة وأن هناك من صور هذه المشاهد وأنه ليس هو بطل هذه القصة، ثم بدأ يناقش الرضائية وبدأ يناقش دور أسماء الحلاوي ودور سارة المرس وأن كانت هناك نوع من الرضائية. قاطعه الرئيس وقال له واش تناقش الرضائية ولا كتقول بأنك ماشي انت، غير نعرفوا انت بعدا شنو المشكل عندك، واش ماشي انت ولا كتناقش الرضائية. للأسف الشديد الاستراتيجية التي خطها الدفاع والتي خطها المتهم في هذا الملف هي استراتيجية فاشلة، ورطته وجعلته يتناقض في أقواله، وجعلت أن خصمه ليس مطالبة بالحق المدني، خصمه كما يقول هو مهندس حاكى القضية. شكون هذا المهندس؟ واش هي الفرقة الوطنية؟ واش هي النيابة العامة؟ واش هي النظام؟ واش هي أخ النوش؟ إذا واش هو بغى يخرج من ملف أخلاقي؟ بغى يخرج منه بطل سياسي؟ ولكن للأسف الشديد أنه تورط في قضية أخلاقية وبغى يحافظ على ماء الوجه، ولكن راه ورط راسه. لو كان عناقش الرضائية، أنا كنقولها كون عناقش الرضائية كنا ناقش الرضائية وإعادة التكييف حقه القانوني، ولكن هو ما بغاش نهائيا يعطي الملف الطابع القانوني والقضائي ديالو، وبغى يرجعوا ملف سياسي. 64 مشهد ضحايا بالجملة وشوهوا روسهم باش هو يولي بطل سياسي. هذا شنقول لكم وسيلة من وسائل الدفاع البائسة، ما كاينش لا تقادم لا حتى شي حاجة. جميع الأمور اللي كيهضر فيها متلخبطة، تفاصيل قلت لك سكنها الشيطان، راك تعرفوا التفاصيل تسكنها الشياطين، تفاصيله سكنها الشيطان ورط نفسه. للاسف انا ما كنبغي حتى شي واحد الحبس، ولكن كنظن بانه بهذه الكلمه الاخيره بحث نفسه على ظروف تشديد.